السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. هذا النهار إن شاء الله نقدموا واحد الحلقة ديال ماذا لو أكل الإنسان يعني أرنبا محصن بنوع من التحصين كتحصين ضد التسمم الدموي أو التسمم المعوي. إذن في الحقيقة هذا السؤال يعني ممكن أنه يتطرح في الأذهان ديال بعض الناس اللي كيشريوا مثلا الأرانب، وهما شحال من واحد كيقول له، لأن القصة طرات لي هنايا في واحد السوق كنت كنبيع فيه، السوق ديالنا للسوق الأسبوعي، منين قلت لشي واحد بغى يشري عليا، قلت له هاد القناين يعني هاد الارانب اللي راني كنبيع لك راهم محصنين. قال لي انا ما بغيتهمش على حسب التربيه، وانما راني باغي نذبح وناكل. قلت له راهم صالحين للذبيحه. قال لي ولكن التحصين واش ممكن انه يضر بالانسان، يعني واش كيأثر على الانسان؟ يعني في الحقيقه انا جاوبته جواب سريع، ان الانواع ديال التحصين هذيك مجرد مصل يعني ضد واحد الفيروس اللي كيجيهم من السنه، ولكن شحال من واحد ممكن انه يطرح واحد السؤال اخر، يقول لك مثلا الا كان يعني الارنب او الارنبه يعني يالله دقينا له الابره، واش هذيك الابره يعني الابره ملي كتدق الارنب كتمشي له الاعصاب ديالو والدم ديالو صافي كيولي محصن. يعني واش ممكن هذاك التحصين، حنا نقولوا ببضع دقائق مثلا، كاين تحصين اللي شي واحد يالله حصن يعني واحتاج الفلوس مثلا وبغى يبيع هذوك الارانب، واش غادي ياثر ولا ما ياثرش؟ مشيت سولت بيطري خاص بهذا المجال هذا، قال لي راه جميع الحيوانات عندهم انواع ديال التحصينات، يعني لا الدواجن لا الماشيه لا الارانب، اي حيوان عنده واحد يمكن يجي واحد الفيروس، يعني اي فلاح مثلا او مربي او دوك المزارع الكبيره كتكون عندهم مثل هذه التحصينات. والحمد لله رحنا عايشين يعني كناكلوا اللحم ديال 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 الماشيه اللي كيكون عند الجزار كيكون مطبوع، ملي كتلقاو اللحم انه مطبوع عرفوه راه مداوي، يعني كيكون فيه واحد الكاشي يعني في الباطوار، يعني مثلا الحولي او التور او الماعز او راه كيكون ماشي يعني شي واحد جايبو من 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 الخلا وكيبيع فيه مثلا، ولا ممكن انه يكون الناس اللي الله يسمح لهم ممكن انها تكون جيفه مثلا، يعني شي ماشيه ماتت يعني ماشي مذبوحه، ممكن انه يشدها ويبدا يبيع فيها. لا، كيكون واحد الطابع خاص بالدوله، يعني كيكون في الباطوار، وكاينين اطباء اللي كي كي كي, كي يراقبوا هذا الاشياء هذه. يعني احنا الموضوع ديالنا، نرجعوا الموضوع ديالنا، ان هاد الماشيه او اللحم اللي كنشريوه راه حتى هو كيكون محصن ضد واحد النوع ديال الامراض اللي كيجيهم من 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 سنه لسنه، وحنا كناكلوا اللحم ديالهم. يعني هذا الشيء غير يعني بطريقه ذكيه، يعني ممكن انني نجاوب على هاد الناس اللي غادي يقولوا هاد الفكره هذه بطريقه ذكيه، وهو ان كاع الماشيه اللي حنا كناكلوها راه كلها محصنه وكلها كيكونوا مثلا حقا قضيه اخرى، غير القضيه ديال الدجاج البياض، يعني خلينا من الدجاج البلدي. الدجاج البياض كله ملي كيكون صغير كيدقوا له واحد الابره في العنق ديالو، وحنا كناكلوه عادي، ان كيكون هو محصن وحنا كناكلوه. كاين اللي كيكون فيها كيلو، كاين اللي كيكون فيها جوج كيلو، كيلو ونص. المهم ان كاع هاد الماشيه ولا الدواجن اللي كناكلوها راه كتكون محصنه، خصكم تعرفوا هذه القضيه. وكذلك حتى الارانب المزارع الكبرى راه حتى هما كيكونوا محصنين ضد واحد المرض، كي ما يعني منين يدوز هذاك الفيروس انهم ما يوقعوش في المشكل ديال انهم يموت لهم. والحمد لله رحنا كناكلوا الارانب محصنين ومدقي لهم الابره وكناكلوهم،
الحمد لله ما عمره ما وقعت لينا شي حاجه. اذا هذا هو الجواب ديال هذا الفيديو هذا وهاد القصه اللي وقعت لي. في الحقيقه كاين شي قصص غريبه كطرا، يعني شي افكار جديده بحال هذه الفكره ما عمر شي واحد فكر فيها، ولكن ممكن انكم تزيدوها في المخ ديالكم، ان التحصين او الابره اللي كتدق يعني الارانب ما هيش كتاثر على الانسان، لا بالعكس، منين كي تذبح الارنب وكيطيب صافي داك الابره ولا المص اللي حنا كنعطيوه له ما كياثرش على الانسان بتاتا. اذا هذه الحلقه ديالنا، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بزر جيم، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.